الدوار كمل معي وقل هذا المثل لمن تحدي مسابقات لقاء الثقافات دواري لكم منا وإليكم برنامج يومي ميداننا الحواري ميداننا الحواري ميداننا الحواري ميداننا الحواري. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من أمام بوابة أو سدة العيدروس البوابة الشمالية لمدينة الشحر، وهي بوابة تاريخية وقديمة ونموذجا لبوابات حضرموت الإسلامية، وتعد أيضا من عهد أيام السلاطين الذين تعاقبوا على حكم الدولة الحضرمية أو مدينة حضرموت، وكانت مدينة الشحر عاصمة لها قبل أن يتم نقل العاصمة إلى المكلا، وسميت بوابة العيدروس نسبة إلى الشيخ وأيضا تكريما وتخليدا له الشيخ العيدروس، وتعتبر الآن مزارا سياحيا يتجمع إليه أبناء المدينة وأيضا الزوار والمارة لكي يرتشفون القهوة والشاي ويتناولون الحلوى ويتبادلون الأحاديث والسمر. إذن أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة اليوم من برنامج الحواري من مدينة الشحر ومن أمام سدة العيدروس، جوائز ومسابقات بانتظار الجميع وأيضا هدايا مقدمة من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة، فخليكم معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم هذه المرة من فقرة شختك بختك ومن هنا من مدينة سيئون وتحديدا سوق النساء. كل اللي علي الآن أجمع ثلاث متسابقات وأشوف من اللي بتدخل معايا وتكون قد التحدي وتفوز إن شاء الله لهذا اليوم. ما شاء الله عندي كثير من النساء، لكن كل اللي علي أختار ثلاث متسابقات فقط. نختار أول متسابقة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمك؟ منى مرعي. منى. أيوة. منى ارفعي صوتك، أنت الآن مسابقة نشتكي تفوزي، جاهزة تدخلي معانا؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك يا منى. منى انت اول المتسابقات الموجوده معنا في فقره شختك بختك، وكل اللي علينا الان نزيد متسابقتين معاكي. تمام، تعالي يلا نشوف ثاني المتسابقات اللي بيكونوا معاكي. نشوف الاخت الموجوده هنا، ايش اسمك؟ اسمي ام حكيم. ام حكيم، يا ام حكيم انت الان موجوده معنا في فقره شختك بختك، حابه تدخلي اول شيء معنا في المسابقه ولا لا؟ ان شاء الله. جاهزه التحدي؟ حلو، اذا تعالي المتسابقه الثانيه كمان جاهزه، انضم للمسابقة الثالثة، والآن نروح نجيب المتسابقة الثالثة. تعالوا مع بعض. طيب نشوف الأخوات اللي هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف السوق؟ حلو. طيب أنت الآن موجودة معنا في فقرة شختك بختك، وكل اللي علينا نجمع متسابقات، جمعنا متسابقتين، باقي معنا متسابقة ثالثة. أنت جاهزة؟ جاهزة بإذن الله. تكوني قد التحدي؟ بتفوزي؟ ما بتطلعيش فرص اخرى خالص؟ لا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يكون حظك. اذا اعزائي المشاهدين انا جمعت ثلاثه متسابقات، الان ننتقل للفقره المهمه اللي هي ترتيب المتسابقات ونشوف الكرات اللي بيطلعوها معنا. ها بنات جاهزات؟ جاهزين. بتكونوا قد التحدي؟ بتفوزوا على بعض؟ ان شاء الله. طبعا الكره اللي بتكون معكم كل واحده هي شختها وبختها، ما في الزعل. نعم. يلا نبدا، اول شيء ناخذ الثلاثه الظروف ونرتبكم على حسب الارقام. يلا عشان ما تقولش أني سحبت الأولى أنا سحبت الثانية. يلا أنت واحد والثاني والثالث. حلو، طلعوا مرتبات على طول. أسمع لهم أقوى تحية تشجيعية، يستاهلوا. والآن ناخذ الكرات من أصيل ونشوف حظكم بالكرات إيش طالع معاكم. يلا أول متسابقة نشوف حظها إيش بيكون. لا لا أول واحدة بس، معاكم خمس فرص بس، يعني تسحبوا الكرات على خمس فرص، مش كل الكرات بتسحبوها. يلا نشوف اول كوره مع اول وحده وهي فرصه اخرى. اسمعنا اخوة تحيه. طيب ندخل مع المتسابقه الثانيه. يلا يا بنات طلعوا حاجات حلوه ان شاء الله. يلا ايش تضمني ايش تقولي؟ ان شاء الله اني متفائله. جاهزه؟ خير ان شاء الله. نشوف حظ المتسابقه الثانيه. يا سلام، وطلع لك سؤال وجائزه السؤال 15000 ريال. جاهزه؟ ان شاء الله. طيب عدم جاوبت شراعه. طيب وسحبتي الكره، والكره فيها سؤال اذا جاوبتي صح تحصلي على 15000 ريال. وسؤالك يقول ما هو جمع كلمه شجاع؟ الشجاع شجعان و خلاص. اسمع لي اخوه تحيه، واجابتها صحيحه وربحت 15000 ريال. هذه جائزه اول متسابقه. حلو، يلا نشوف الكره الثانيه ايش بتطلع معاكي، عشان انها فازت تسحب مره ثانيه. يلا اسحبي كره ثانيه. اي عندي بتشلي.
ان شاء الله يطلع لك سؤال سهل او تطلع لك جائزه، واهم شيء ما تطلع لكش فرصه اخرى. وللاسف طلعت لك فرصه اخرى. كم الان مشينا؟ كم كرات؟ 3 كرات صح؟ باقي الكره الرابعه، ان شاء الله يطلع حظك حلو. يلا. وباقي بعد الكره الرابعه كم معكم؟ فرصه واحده. طيب نشوف حظ الاخت الثالثه او رقم 3. ها ايش تتوقعي؟ ايش فزتي؟ ان شاء الله. متوقع تفوز بحاجة؟ ان شاء الله. طيب وفزتي معنا ب 15000 ريال على طول. اسمع لها اخوة تحية. الف مبروك عليك الجائزة عشان فزتي. عشان فزتي بقيمة السؤال 15000 ريال على طول. تاخذي الان الكرة الأخيرة والخامسة. المسابقة رقم 1 هاك في المعنويات. ان شاء الله تطلع لك فرصة أخرى، اصبري. ان شاء الله تطلع لك حاجة. وطلع لك سؤال المتسابقة الثالثة. أكمل، لا حد يغشش. سؤالك يقول أو قيمة السؤال 15000 ريال إذا جاوبتي صح. والسؤال يقول أكمل هذه الحكمة الشهيرة: الصبر مفتاح الفرج. الفرج؟ الفرج. جابتها صحيحة؟ متأكدين؟ لا. و... ها كيف؟ تعالي اللي قالت له إيش؟ صح. تحنا. الصبر مفتاح. والصبر مفتاح الفرج. اسمع لها اخوة تحية. و15000 ريال فازت معنا المتسابقة الثالثة. اذا الان سحبنا 5 كرات، فازت معنا المتسابقة الثانية وايضا فازت معنا المتسابقة الثالثة، لكن المتسابقة الاولى اهم شيء انها شاركت معنا. مش زعلانة؟ لا ان شاء الله. خالص؟ لا ان شاء الله بتفوزي في مسابقات ثانية، لكن هذه الفقرة هي كذا شختك بختك، كل واحد يطلع اللي عليه. هذه لعبة المسابقة. إذا أعزائي المشاهدين نكون وإياكم انتهينا من فقرة شختك بختك من هنا من مدينة سيون وتحديدا سوق النساء. ننتقل الآن لباقي فقرات برنامج الحواري، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة الطفولة، الفقرة ما شاء الله تبارك الله التي دوما نلتقي بأطفال مبدعين، أطفال متميزين، أذكياء ما شاء الله تبارك الله. اليوم متواجدين في شبام الصفرة ومن حواري الشبام المختلفة معانا مجموعتين كالعادة، الفريق الأول والفريق الثاني وجمهور الفريق الثاني وجمهور الفريق الأول. أول حال نشوف الجمهور جاهزين؟ أيوة. صوت عالي جاهزين؟ أيوة. ما شاء الله تبارك الله، جمهور الفريق الأول جاهزين، الفريق الثاني جاهزين؟ أيوة. ما شاء الله تبارك الله، رغم قلة عددهم إلا أنهم متحمسين ومتشوقين. نتعرف على الحبوبات ما شاء الله اللي معانا. اسمي زينب ثابت بشاري. ليش مستحية يا زينب؟ اسمك من؟ زينب. زينب ثابت بشاري. زينب ما شاء الله. اسمك؟ أسيل صالح مربش. معانا زينب وأسيل في الفريق الأول، ومعانا في الفريق الثاني. من اسمك يا حلوة؟ نانا. من؟ عايشة. عايشة. اسمك من؟ يمامة. ما شاء الله، من سماك يمامة؟ وانا ابوش موجود. تستحي يا ماما ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيش العافيه. يا ماما اسمك؟ نور نجيب. نور ما شاء الله، من وين يا نور؟ من شبان. ايش اسم الحاره دي؟ مش حافظه، مش عارفه اسم الحاره، مش عارفه اسم حارتها. ما شاء الله 3 فريقين معانا. الفريق الاول فيه اسمك؟ زينب. زينب اسيل. زينب واسيل، والفريق الثاني معانا يا ماما و ونور ما شاء الله تبارك الله. نبدا من عند الفريق من عندكم. تمام جاهزات؟ كيف انتم، اذكياء ولا مش اذكياء؟ ها اذكياء. اذكياء. لو اعطيتكم سؤال بتجاوبون؟ لو جبتوا بنعطيكم جائزه. تمام تعالوا قربوا عشان تظهرون في الكاميرا والناس كلهم يشوفونكم. السؤال يقول، سؤال صعب ولا سهل؟ سهل. اذكري لي طيب 3 من الخضروات. موز، تفاح. لا 3 من الخضروات، الخضره. بطاطس. بطاطس. طماطم. طماطم. باقي حاجة. بصل. ينضال. ينضال. يلا ذكري. كوسة. كوسة. كوسة ما شاء الله تبارك الله. نسمع لهم أقوى تحية جمهور. ما شاء الله الفريق الأول حبوبتين أذكياء، الفريق الثاني جاهزات؟ جاوبوا يا سقاف فيكم في 10 ثواني جاوبوا. أنتم بتجاوبون أقل حاجة 5 ثواني. تمام يا ماما. تمام قلي تمام بصوت عالي. ما شاء الله يا ماما ما بغيت تتكلم. اتمنى قلنا لهم 3 من الخضروات، بغيتكم تجيبوا لي 3 من انواع الفواكه. التفاح والموز والكيوي. التفاح والموز والك...
الكيوي. البرتقالي. عاد عندك اكثر. يلا. نسمع لهم تحية جمهور، نسمع لهم أقوى تحية ما شاء الله تبارك الله. أربع من البنات الحبوبات المبدعات الأذكياء هنا في شباب الصفرة، فريق الأول والفريق الثاني أكيد معاهم جوائز مقدمة من راعي هذا البرنامج مجموعة بن هلال للتجارة والصناعة. هذه مجموعة من الظروف ما شاء الله تبارك الله يستاهلن الحبوبات. شكرا يا نور، شكرا يا يمامة، شكرا يا أسيل، شكرا يعطيكم العافية. أحلى بنوتات وأحلى أمورات. تحبون الأندومي، تحبينه كثير دائما ما شاء الله تأكلينه. تحب الأندومي، أنتم تحبون الأندومي؟ تحبونه ما شاء الله، تأخذونه هنا في البقالات متوفر ما شاء الله. في معانا جائزة أخرى، كرتون أندومي مقدم من راعي هذا البرنامج مجموعة بن هلال بالتجارة والصناعة، راح يكون بالتقاسم ما بين الفريقين. جمهور نسمع لهم أقوى أقوى تحية ما شاء الله تبارك الله من هنا من شباب الصفرة ومع الحبوبين في شباب الأطفال في فقرة الطفولة. نختتم هذه الفقرة، ننتقل معاكم إلى فقرات الحواري المختلفة والمتعددة من شباب الصفرة، ننطلق معاكم إلى مدينة أخرى ومحافظة أخرى، خليكم معنا. يا أهلا وسهلا بكل متابعينا وحبايبنا اللي بيتابعونا عبر برنامج الحواري. وصلنا الآن لفقرة الظرف والصندوق من هنا من أحد الأسواق الشعبية في مدينة عتاق محافظة شبوة وتحديدا سوق الخضار. أنا معي اليوم أحد الشخصيات الكوميدية الموجودة هنا في المدينة، بنتعرف عنها أكثر ونشوف معاها المقاطع اللي بيضحكنا اليوم. من الآن أنا بدأت أضحك. اسمك؟ علي إبراهيم. أهلا وسهلا يا علي. حيو حياك الله. أنت الآن موجود معنا في برنامج الحواري تمام؟ وعندنا فقرة الظرف والصندوق يا علي. جاهز؟ إن شاء الله. ها كيف المعنويات؟ معنويات نسبية تمام. حلوة؟ إن شاء الله. طيب. يا علي معاك ظرفين أو مجموعة من الظروف تمام؟ بتختار أحد الظروف اللي فيها المهمات أو ماذا تعرف؟ إيش بتختار ما بينهم؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعرف؟ إن شاء الله. الأسئلة العامة حلوة معك؟ إذا ما جاوبت؟ على الله. ما بننتقلش لمرحلة الظرف والصندوق. يلا على الله إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. أوكي. إذا ناخذ ظروف ماذا تعرف؟ يلا اختار. حلو، اختار احد الظروف ونشوف حظه ايش بيطلع معاه. سلام. معاه تحويل اجباري الى المهمات، هذه الحاجه اللي كنت اشتياها. نرجع للمهمات ونشوف حظه في المهمات ايش بيكون. لانك كوميديا نفسك تكون في المهمات. يلا اختار. حلو، نشوف المهمة تبع علي ايش بتكون. ها جاهز؟ ان شاء الله. يا سلام، معك احد المهمات اللي طلعت معك وهي تقديم اي نوع من انواع المساعدات في السوق. ايوه. تعرف انت انواع المساعدات والتكافل الاجتماعي كذا، تشوف اي واحد يعني يحتاج مساعدة ساعده. ان شاء الله. جاهز؟ ان شاء الله. يلا انطلق. يلا بسم الله. اجري، فك كل طريق. وي فك كل طريق. فك كل. ايوه يلا. طيب تتوقع انه بيجتاز المهمه ولا لا؟ لا ما بيجتاز. ما بيجتاز؟ ان شاء الله. الا سهله المهمه؟ لا لا صعبه. صعبه؟ عادي، حتى لو شاف واحد ماسك كيس بياخذ بيمشي عادي. مساعدة أي حاجة، حتى لو كان معه كيس. إيه ولا أعطاه 100 ريال ساعده. إحنا بنشوف نوع المساعدة اللي سواها وبنرجع مع بعض نشوفها.
نعم علي، كيف كانت المهمة؟ المهمة تمام طيبة حلوة إن شاء الله. إيش سويت؟ ساعدنا المواطنين. ساعد المواطنين؟ تحملت أعمال وديت لي البابور. نرجع نشوفك بعد بالتلفزيون بنشوفك إيش سويته. أهم شيء استاذها مصور. حلو. إذا نرجع الظروف، لكن قبل ما ننتقل لفقرة الظرف والصندوق أشتي منك كذا تضحكنا، تجيب لنا أي نكتة. قال إن أنت مشهور كذا بالكوميديا هنا. الكوميديا زي يعني؟ أي حاجة جيب لنا مقطع، أي حاجة نشي نضحك. يا أبوي أنا. يا أبوي أنا. عاش عاش تبي؟ هذه بس. إن شاء الله. نشي ضحك ضحك. عندي ضحك إن شاء الله. الآن أعزائي المشاهدين ننتقل وإياكم إلى فقرة الظرف والصندوق. ها علي جاهز الآن؟ إن شاء الله. وصلنا الآن لمرحلة الظرف والصندوق. أيوة. طيب قبل ما ندخل في مرحلة الظرف والصندوق أعطينا كذا موقف مضحك أو أي حاجة نشتي نضحك. طيب مرحبا. يلا. مرة وأنا صغير اشتريت حمامة وربية، بعدين هذه الحمامة طارت علي، طارت فوق الشجرة. تمام. وأنا أهبل طلعت على الشجرة، المغادي بجنبها، قلت كذا طمرت على الشجرة، حطيت كوبع. أنا دوخت. رحت والله. أيوة. أسمع لي أقوى تحية. حلو يا علي. الآن ندخل للظرف والصندوق، إيش بتختار معاك؟ أول ظرف، هذا الظرف الأول، وهنا معاك الصندوق، إيش بتختار؟ صندوق. ظرف أحسن لك، ما شاء الله فلوس مليان. والله بدي أمانة صندوق. إيش على بالك بيطلع بالصندوق؟ والله اللي بيحصل يحصل. مهلش الحمام. ها؟ مهلش الحمام. الحمام هنا خلاص كل داخل. والله أمانة. إيش بتختار؟ اللي بتختار أنت. اللي تختاره. أنت والله. خلوها رجع لي. لا انت اختار ايش تشتي، ظرف ولا صندوق؟ انت طيبه اختاري اللي بتختاري. هات اللي تشتي انا بساعدك. ولا صندوق ولا البياس؟ ايش بتقرر القرار الاخير؟ ظرف ولا صندوق؟ ظرف. خليك مع الصندوق. صندوق صندوق. صندوق. ها صندوق. ظرف ولا صندوق؟ صندوق والله. بزيدك الظرف الثاني. الظرف الثاني. يا سلام، معك الظرف الثاني او الصندوق؟ صندوق. ايش على بالك؟ الصندوق. يمكن ما في بش حاجة حلوة. الله يعلم، ما يبقى ربي حياة. طيب بزيدك الظرف الثالث. صندوق صندوق. ايش صندوق؟ هالي صندوق. واللي هنا ايش؟ ظرف ولا صندوق؟ واللي هنا ظروف. الظروف الظروف. لا الظروف. صندوق انا اقول لها صندوق. ها الظروف. ظروف ظروف. خليك مع الصندوق. ها؟ خليك مع الصندوق. زيد علي. اللي تشوفه. صندوق صندوق. زيدك الظرف الرابع والاخير. مليان ولا مليان عليكم. ايش الظروف؟ الظروف الظروف نخسر بعدها. الظروف خلاص بنتي خليهم شيء. الظروف ايش قدم اربعه ظروف. يا صندوق زيد على بنتي اللي صندوق صندوق اخر صندوق. ها العبث هذا ولا العبث ظروف اخر آخر كلام. آخر كلام. آخر كلام. صندوق. ها. صندوق. أيوة قبتي يا جايو. شنو الظروف حقك؟ ها. إيش؟ صندوق. آخر كلام. صندوق. خلاص الظروف. ظروف. آخر كلام. آخر كلام. أسمع لي أقوى تحية، اختار الظروف. لكن يا علي بنرجع الظروف وبنبدأ نفتح الصندوق إيش كان. أوكي أوكي. تمام. أوكي. بنشوف حظك في الظروف ايش كان بس بعدين تعال مع بعض نفتح الظرف. ها علي جاهز نفتح الصندوق؟ افتح الصندوق يلا. يلا نشوف حظك ايش كان فيه. نعد لثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. احسن شيء ان انت ما اخترتش الصندوق. طلعت لك الاندومي، اخذ الاندومي وكمان طلع معي ظرف فلوس. يلا سكر الظرف. هذا 5000 سعودي. يلا ابدا. لو كان اخترت الصندوق ايش كان بيطلع لك؟ حبه اندومي. ايوه. وكمان كان معك فلوس. يلا عد الفلوس نشوف اللي راحت عليك.
الغريبة أهلا مية 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 تسعين زعلان عليها؟ لا لا والله ما مكتوب لي معصله. نرجع التسعين الألف اللي راحت عليك، وكمان نرجع الحبه الاندومي. والاندومي شنو يعني؟ خلاص عادي، لكن بنرجع الظروف تبعك ونشوف كم كان معك من حرب ان شاء الله. نشوف اول ظرف كم كان معك فلوس. يلا لا قلنا علقي بس. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. كم؟ عشرين ألف. عشرين ألف. يلا. كانت الأول تسعين ألف. هذا عشرة أطراح بس. خمسة خمسة عشرة. خمسة وعشرين. تمام. كم راح كم الآن اللي كسبتها؟ 25. 25 هذه حققت مضمونة في الجيب. لا سعودي هذه خمسة. خمسة خمسة. يلا رجع الضرب. كم الآن معك؟ 30. 30 ألف. حلو. يلا نشوف الضرب الأخير. ما شاء الله. 50 50 واحد. عدنا مش داعي. شوف هات، أقول لك عدنا البديعات. أقول لي لا ألقي بس. أقول لي ما واحد اثنين أربعين ألف. أربعين. أيوة. كم؟ 30. ثلاث. يعني كم كسبت الآن؟ 70. 70 ألف. اسمع لي أقوى تحية. 70 ألف. حلو. واللي راحت عليك كم؟ أيوة. زعلان؟ لا والله. معك مجموعة. معك هدايا مقدمة من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلال للتجارة والصناعة. كرتون أندومي. اسمع لي أقوى تحية. 10. وكمان معك دقيق حضرموت مقدم من مجموعة بن هلال للتجارة والصناعة. اسمع لأخوة تحية. وكمان معك الجائزة الأخيرة أيضا مجموعة متنوعة من مجموعة بن هلال. اسمع لأخوة تحية. ها عم علي كم؟ شكرا لك. شكرا. شكرا لك جزيلا. شكرا لحضورك اللي نورنا. عليك قربتي. تسلم لي. شبابك إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين نكون وإياكم انتهينا من فقرة الظرف والصندوق لهذا اليوم. ننتقل لباقي فقرات برنامج الحواري. خليكم معنا. قد يسيطر علينا أحيانا الشعور باليأس وفقدان الأمل التي تتهزم أمام طموحاتنا، ونشعر باليأس والاستسلام حتى يفتح لنا الله باب آخر لنواصل فيه مجددا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ويوم جديد من فقرة سددنا دينك. نتجول هنا في مدينة المكلا ومن حواري المكلا المختلفة عشان نجبر بخاطر الأسر المشاركة معنا في هذه الفقرة. اليوم توقفنا هنا في حارة المنقد بمدينة المكلا، وبالتحديد في حار في الشرج بالمكلا، في حارة تسمى بالمنقد. كما تشاهدون هذه البقالة من خلفي فيها أسرة نسق لنا المنسق أن هذه الأسرة تعبانة محتاجة إلى أحد يسدد هذا الدين. نحن متواجدين عشان نسدد هذا الدين. تعالوا معنا. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين نحن متواجدين في داخل بقالة بن ماضي هنا في حارة المنقد بالشرج في مدينة المكلا. معنا صاحب البقالة. السلام عليكم. السلام. حالك؟ الحمد لله. لا تكلم. عرفنا عنه. وجدي عواد عيضة بن ماضي. حياك الله في شاشة تلفزيون حضرموت، وبالتحديد في برنامج الحواري. في معنا فقرة في البرنامج اسم الفقرة سددنا دينك. الفقرة قريبة من الناس المحتاجة، الناس المتعسرة اللي عندهم كثير من الديون في المحلات التجارية ولا يستطيعون تسديد هذا الدين. نحن نبحث عن أكثر فترة من هي الأسرة اللي أكثر فترة ما سددت دينها في هذا اليوم. أبو محمد. ستة. أبو محمد ستة أشهر له. كم من المبلغ؟ 20 ألف. 20 ألف. ستة أشهر لا يستطيع تسديد 20. أيوة. من المحزن، من المحزن أن نشاهد أسر ستة أشهر لم تسدد هذا المبلغ. يعني 20 ألف يعتبر مبلغ متدني، لكن أعتقد الظروف المعيشية تمنعهم من تسديد هذا المبلغ. لكن نحن متواجدين
عشان نجبره بشارة خير بإذن الله تعالى، ونسدد هذا الدين بالكامل وصفحة جديدة معاك بإذن الله تعالى. يعطيك العافية. الله يسلمك إن شاء الله. مشكور صراحة، ونشكرك أنت لأنك صبرت هذه الفترة على هذا المبلغ. الله يسلمك إن شاء الله. بارك فيك. طاقم البرنامج مجهز اتصال مع أبو محمد المشارك معانا في سددنا دينك. نتصل عليه ونبشره هذه البشارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو محمد كيف حالك؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. معاك طاقم الحواري من قناه حضرموت. في معانا فقره في البرنامج اسم هذه الفقره سددنا دينك. نبحث في المحلات التجاريه على اكثر دين موجود داخل المحل. اليوم متواجدين في محل بالماضي. انت دايم تاخذ منتجات البيت، منتجات البيت من محل بالماضي صح؟ عندنا جول بالماضي. قال إنه عندك 20,000، لك 6 أشهر لا تستطيع تسديد 20,000. نعم والله. ممكن تحدثنا ما هو الشيء اللي منعك؟ لا الظروف يا أخوي. الظروف المعيشية. الظروف المعيشية يا أخوي. إيش تشتغل أبو محمد؟ والله متقاعد على 30,000. متقاعد على 30,000 وتصرف رب البيت ما شاء الله. صرف على كم أطفال؟ 5 أطفال. 5 أطفال؟ نعم. ما في عندك أعمال أخرى؟ لا حاجة، على باب الله. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. يعافيك إن شاء الله يا رب. ويبارك فيك. حابين بهذا الاتصال نبشرك بشارة خير إنه بإذن الله تعالى راح يتم تسديد دينك بالكامل إن شاء الله، اللي هو 20,000. وان شاء الله يا شباب جهزوا له سله، راح نسد راح نجمع لك سله غذائيه باذن الله تكون معك. تعال ممكن تاخذها من صاحب البقاله، بتكون لك جاهزه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يسعدك الله. تستاهل، والناس للناس. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يسعدك ويبارك فيك. في امان الله. حياك الله اخوي. يعطيك العافيه. كما شاهدنا اعزائي المشاهدين، ظروف المعيشيه تمنعه من تسديد 20,000، 6 أشهر لا يستطيع تسديد 20,000 ريال يمني. هكذا الظروف المعيشية التي تمر فيها البلاد وأحوال أهالي هذه البلاد. اللهم يحسن الأحوال يا رب. المبلغ موجود معانا 20,000 ريال، مقدم من راعي البرنامج مجموعة بن هلال للتجارة والصناعة. ممكن تعد المبلغ عشان نكون بكل وضوح معاك ومع كل من يشاهدنا في الشاشة. وفرت لي السلة، جيب لي ورقة السلة. طبعا محتاجين هذه السلة من عندك عشان تكون بزايدة هذا 20,000. هذا 20,000. جزاكم الله خير وما قصرتوا. تسديد الدين موجود معاك، ورق دفتر الديون عشان تمحي الدين. ونحتاج هذه المنتجات، أكيد يحتاجونها عائلة أبو محمد وفي البيت بالشكل العام. محي لي الدين بس عشان نكون بكل وضوح. أمور طيبة. الله يسلمك العافية. صفحة جديدة بإذن الله. صفحة جديدة. جزاكم الله خير. الله يسعدك. في معانا مجموعة من المنتجات اللي يحتاجونها أهالي البيت. بغانا كيس دقيق 10 كيلو، وكيس سكر 10 كيلو، وبغانا زيت 4 لتر، وبغانا 5 حبات تونة، وحبة صلصة طماطم كبير، وبغانا 2 شاهي، وستة كريم كراميل، وستة جلي، وستة حليب شاهي، وست حبات قشطة. موجود ان شاء الله. تمام لجميع المنتجات. ايوه موجود ان شاء الله. كم الاجمالي؟ الاجمالي موجود معي. الاجمالي 87,600 ريال. 87,000 هذه الورقة. وفر للجميع المنتجات وخليها عشان ابو محمد يجي وياخذها بالكامل. جزاكم الله. يسعدك. في معانا هذا المبلغ 87,600 ريال، مقدم من راعي البرنامج مجموعة بن هلال للتجارة والصناعة. يعطيك العافية. شكرا. الله يعطيك الصحة والعافية. من هنا من مدينة المكلا نختتم فقرة سددنا دينك. ما زلنا متواصلين معاكم بإذن الله تعالى غدا، حلقة جديدة ويوم جديد وإطلالة جديدة ومنطقة جديدة ومحافظة جديدة في الحواري. في أمان الله.